السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالجميع في هذا الفيديو التعليمي الجديد اللي راح نشوفه فيه كيفية عمل الفريز فريم باستخدام برنامج الأدوبي بريمير برو. خلينا نشوفوا الفيديو وراح نرجع نعمله مع بعض. بعد ما شفنا الفيديو خلينا راح نبدو إن شاء الله في عمل الفيديو خطوة بخطوة. أول حاجة نعملها راح نجيب الفيديو لواجهة البرنامج أو للبرنامج ونشتغل عليه بهذه الطريقة، دبل كليك في المنطقة ونختار الفيديو، ننزل الفيديو للتايم لاين بهذه الطريقة. أول شيء نعمله راح نختار مكان اللي نريد نعمله في الفريز فريم، مثلا هنا أول نقطة راح نعمله سناب شوت من هاي الأيكون. أول ما تطلع النافذة قدامنا بس نتأكدوا أنه PNG وImport into Project، يعني راح نخلو الصورة هنا في هالمكان في معالجة الصور، نعمله أوكي. أول ما نعمله أوكي زي ما احنا شايفين جاب الصورة هني، راح ننزلوها تحت في الطرف الثاني ونصغر الصورة المكان اللي أخذنا فيه سناب شوت بهذه الطريقة، وبس نتأكدوا أن ما نحرك المؤشر بس يكون في مكان. اول ما اخترناه وعملنا وصغرنا الصورة راح نعمل كليك باليسار ونفتح الصورة باستخدام الفوتوشوب بهذه الطريقة. انا اساسا فاتح الفوتوشوب على جنب بهذه الطريقة، اول ما فتحنا الفوتوشوب بهذه الطريقة راح نروح الويندو، نروح البروبريتي ونختار ريموف باك جراوند بهذه الطريقة، بس ننتظر عليه حاجة بسيطة وراح يشيل لنا الخلفية زي ما نشوفه الآن. هو شال الخلفية كاملة لكن فيه بعض المخلفات، هذه بسيطة عشان نتخلصوا منها نروح ندوس على البلاس هنا ونكبروا شوية الصورة بهذه الطريقة ونقوم بإزالة الشيء بزيادة في المكان، نختاره بس ناقص ونتأكدوا بس أنه المكان اللي نريده نحذفه منه الزيادة يكون مضبوط مع الصورة. للتكبير كنترول زائد او كنترول بلاس، وللتصغير كنترول ناقص. بهذه الطريقة احنا تأكدنا انه مش ماخذ اي شيء من الصورة ونعمله ديليت قوموا بالحذف ونشوفوا هالمكان اللي بيز دراعها، نعمله بعد نفس الشيء نكبر الصورة ونطلع ونقوموا بهذه الطريقة صغر ونشوف. ممتاز ممتاز، احنا الحين تخلصنا من الخلفية كاملة، اللي راح نعمله فقط نعمله سيف. اول ما نعمله سيف راح يحفظه في البريمير برو، عملنا سيف هنا راح نرجع للبريمير برو. خلينا نطلع الفوتوشوب، هو الان راح يتخلص من الخلفية، راح فقط نشوفه الفيديو كيف صار. هذا الفريم الاول ممتاز، خلينا نختاره فريم ثاني مثلا، نفس العملية نعمل سناب شوت اوكي، نفتحوها باستخدام نزلوا اول اللقطة هنا ونصغروا الصورة في المكان اللي اخذنا منه السناب شوت ونفتحوها باستخدام برنامج الفوتوشوب بهذه الطريقة. نفس الشيء نفس اللي عملناه قبل شوية، نروح الويندو بروبريتي وروح ريموف باك جراوند. الآن زي ما نشوفه نضبطه بس الصورة لأنها مش طالعة معانا، لأنه طالع معانا نشوف الأماكن كاملة لو تشوفون هنا وهذا المكان فقط اللي راح نعمله، نكبروا الصورة وراح نروح ونقوم بحذف الشيء لزيادة بهذه الطريقة. إذا تخلصنا من هذه وتخلصنا من هذه نفس الشيء، لكن خلينا نزيد نكبر في الصورة عشان نخلص من هالمكان بعد. أوكي بس أوكي، صغر الصورة قوموا هذا بهذه الطريقة.
الآن بعد ما أزلنا الخلفية كاملة اللي راح نعمله نفس اللي عملناه في الصورة الأولى، راح نسايف، عملنا سايف، نرجعه للبريمير برو وراح نشوف النتيجة كيف صار. ممتاز ممتاز، صار في الفريز الأول والفريز الثاني. خلينا نأخذه بعد نفس الشيء فريم في المكان، نفس الموضوع سناب شوت. اوكي نزلوا الصورة للتراك الرابع، نقوموا تمديدها لهذا المكان ونروح ونفتحوه باستخدام برنامج الفوتوشوب زي ما نشوفه ده. نفس اللي عملناها الويندو بروبريتي ريموف باك جراوند. الآن قام بإزالة الخلفية، بس نتخلص من هالشوائب اللي تحت دي بهذه الطريقة وقوموا بالحذف فقط، هذا المطلوب برنامج الفوتوشوب. الآن راح يقوم بإزالة الخلفية هون ونشوف النتيجة النهائية كيف تكون. هذه الطريقة وكان جاني سؤال قبل على كيفية حفظ او الاكسبورت اكسبورت الفيديو باستخدام برنامج بريمير برو. موضوع بسيط جدا مش زي الافتر افكت، بس تيجي هنا الفايل تعمل اكسبورت، اكسبورت ميديا يفتح لك الويندو قدامك، بس تختار هني الاتش او الاش 264 اللي هي الام بي 4 ولا الام بي 4 على كل واحد كيف يسميها، الام بي 4، وتختار مكان حفظ، مكان حفظ الفيديو في الاوت بوت نيم، بس تدوس عليه وتروح تختار المكان اللي انت تريد تنزله فيه وتسجل اسم الفيديو. خلينا نقوله تراي، خلينا نقوله مثلا اسمه تراي ونعمله سيف. اذا تريد تعلي الريزوليوشن بس اعمل يوز ماكسيموم رندر كواليتي، واللي تريدها بس هني اكسبورت. هذا هو الموضوع، بسيط جدا بالنسبة لاستخدام او تحميل الفيديو. هذا بالنسبة لأدوبي بريمير برو. نستنوا الفيديو اللي نعمل اكسبورت ونروح نشوفوه مع بعض زي ما تشوفوه الان. نشوفكم على خير ان شاء الله، كان هذا كل شيء بالنسبة للفريز فريم، ونشوفكم في فيديوهات جديدة ان شاء الله وافكار جديدة. دمتم بخير ونتواجه ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.